الدبابات والمدرعات هي القطع الأبرز في الحشود العسكرية الضخمة والأكثر فاعلية في المعارك المفتوحة والمساحات الشاسعة، لكن الأمر يختلف عند الحديث عن حروب الشوارع والمدن. مع اقتراب ساعة الصفر لاجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، خبراء عسكريون قالوا إن مجرد دخول الدبابات في شوارع المدن يفقدها أغلب قدراتها الهجومية، وذلك بسبب أنها ستصبح صيداً سهلاً لمقاتل مختبئ على أحد أسطح المباني مثلاً، فالأماكن المرتفعة بالنسبة للدبابة رعب لا يمكن تخطيه، ونقطة ضعفها الأبرز هي الجزء العلوي منها. لذا لجأت دولة مثل روسيا في حربها مع أوكرانيا لحماية دباباتها بأقفاص حديدية وألواح سميكة تغطي أجزاءها العلوية من القصف الجوي أو من توجيه ضربات لها من المرتفعات. ومن أهم الأشياء التي تجعل الدبابة صيداً سهلاً أيضاً هي نقاطها العمياء كما يقول خبراء، ما يجعل من السهل استهدافها من أي مهاجم قريب في زاوية عمياء بالنسبة لها. لذا تحاط الدبابة في بعض الأحيان بقوات من المشاة لحمايتها، كما أن هناك معوقاً آخر قد يلجأ له البعض لإيقاف وإعطاب الدبابات، وهو اللغم المضاد للدروع والذي لديه قدرة تدميرية كبيرة وصمامات معدة للانفجار فقط لاستهداف الدبابات. أما في حال دبابات ميركافا الإسرائيلية فقد لجأت تل أبيب إلى حمايتها بسواتر واقية أو أقفاص حديدية أعلى أبراجها تعمل كدروع حماية من صواريخ الفصائل الفلسطينية، لكن لم يتم اختبار تلك الأقفاص بشكل جدي على أرض المعركة حتى اللحظة.